والآن نتعرف على توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية. مرة ثالثة وأخيرة نتحول فيها إلى مرنا إيهاب، تفضل. شكرا لكما إلهام وريهام، والآن وقفة أخيرة مع أحوال الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الاثنين طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس معتدل ليلا على كافة الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية: القاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 21، الإسكندرية 27-20، مطروح 26-20، بورسعيد 27-20، والإسماعيلية 32-22. أما عن السويس فدرجة الحرارة العظمى 32 درجة والصغرى 21، العريش 28-20، طابة 33-24، وشرم الشيخ 37-27. أما عن الغردقة فدرجة الحرارة العظمى 38 درجة والصغرى 28. وبالنسبة للأقصر فدرجة الحرارة العظمى 39 درجة والصغرى 29، أسوان 40-29، الوادي الجديد 39-30، شلاتين 37-27، وأخيرا حلايب العظمى 34 درجة والصغرى 28. والآن نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.